بجيب الشاش والبوبيدو من عند رفقاتي، قياس السكر بجيبه من عند رفيقي، قياس الضغط بجيبه من عند رفيقي مشان ساعد الناس. صار لي مجال مهنة التمريض 6 سنين، قررت أتعلم المهنة لأجل ساعد أبوه وساعد الناس. تعلمت بالمشافي وعملت دورات. بداية الأمر اشتغلت مسعف ميداني، كملت تعليمي بمعهد التمريض التابع لمديرية صحة حلب. بعد الهجوم الشرسة اللي صارت على ريف حلب الغربي، رجعوا النازحين اللي في القرية، تعدادهم حوالي 3000 نسمة. قررت افتح المركز الصحي لأجل ساعد الناس، صرت اشتغل متطوع بهالمركز. في مركز كفر نوران الصحي عم تجيني كل نهار من 15 ل 20 حالة، بين قياس ضغط، قياس سكر، اضماد، فتح وريد، ضمن الامكانيات المتوفرة عندي، الامكانيات الضعيفة المتوفرة عندي.